القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. في 59 كان الضابط الممتاز أحمد المتوكل يستشعر قرب موعد إحالته على المعاش، ولكنه مع ذلك لم يفقد شيئا من حيويته. لما تعيينه على رأس مفوضية الشرطة بالمضيق كان قد راكم خبرة كبيرة عبر سنوات 36 من مساره المهني. خلال تلك الفترة تنقل بين الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس وطنجة. ينحدر الرجل من بلدة خميسانجرة القريبة من سبتة، ولذلك خطط أن ينهي مساره المهني قريبا من مسقط رأسه حيث كان ينوي الاستقرار بعد الإحالة على المعاش. في صبح الثاني من مايو من العام 2000 أبلغ الضابط الممتاز أحمد المتوكل رئيس مفوضية شرطة المضيق باكتشاف جثة على شاطئ البلدة غير بعيد عن الميناء. كانت جثة رجل ألقى بها البحر. انتقل إلى المكان فاكتشف الجثة في حفرة بين صخور الشاطئ تغشاها مياه البحر حين المد وتصير بادية للعيان أوقات الجزر. كانت جثة رجل طويل القامة أبيض البشرة. كانت الأسماك قد أتت على العينين وجزء من الأنف. كانت جثة عارية. وقد استطاع الضابط الممتاز أحمد المتوكل أن يلاحظ أنها جثة غير مختنة، فاستنتج أنها لرجل غير مسلم. في مستهل شهر مايو كان شاطئ المضيق قد بدأ يعرف حركة تمهد لتعيد إلى البلدة إيقاع عطلة الصيف، ولذلك عجل الضابط الممتاز بطلب إذن وكيل الملك لرفع الجثة ونقلها إلى المستودع البلدي للأموات بمدينة تطوان. مكن فحص الجثة من التوصل إلى استنتاج مؤداه أن الرجل لم يمت غرقا بل ألقي في البحر ميتا، ورجح الطبيب الشرعي أن تكون الجثة بقيت في البحر 10 أيام وأن الجثة لرجل غير مسلم أوروبي الملامح. لمن الجثة إذن؟ ذلك هو السؤال المحير الذي أصبح على الضابط الممتاز أحمد المتوكل أن يجد له جوابا. أخذت للجثة صور تم تسليمها إلى عدد من مفتشي الشرطة لعرضها على السفارات والقنصليات في محاولة لمعرفة ما إذا كانت إحدى تلك التمثيليات الدبلوماسية قد توصلت بإبلاغ عن اختفاء أحد مواطنيها. في المستودع البلدي للأموات بتطوان على مدى 5 أيام ظل الطبيب الشرعي يعاين ويفحص ويعيد فحص الجثة. توصل أخيرا إلى أن الفك العلوي للجثة يحمل أسنانا أمامية اصطناعية كانت مركبة بطريقة لا تدع مجالا للشك في أنها أسنان طبيعية. كان تركيبها غاية في الإتقان. تم إبلاغ الضابط الممتاز بهذا المعطى. بالنسبة إليه فإن ذلك قد يكون مدخلا يفضي في النهاية إلى اكتشاف هوية الجثة. استعان الضابط بخبرة طبيب أسنان معروف ما أن عاين طقم الأسنان حتى أكد أن التقنية التي ركبت بها الأسنان الاصطناعية تقنية أمريكية. البحث الذي أجري في طنجة وفي تطوان لم يمكن من الوصول إلى نتيجة. في تلك المرحلة تم إسناد مهمة التحقيق حول هذه القضية إلى العميد عبد الله الرازي الذي بدأ مهمته بجلسة عمل مع زميله الضابط الممتاز أحمد المتوكل الذي نصحه بأن يركز تحرياته باتجاه السفارة الأمريكية بالرباط أو القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء. استعان العميد الرازي بضابط من ولاية أمن الدار البيضاء لتحرير المحضر وتوجه إلى القنصلية الأمريكية، ولكن مسعاهما كاد أن ينتهي بلا نتيجة لولا أن موظفة الاستقبال في القنصلية تذكرت أن سيدة تحمل جوازا أمريكيا وهي يهودية من أصل مغربي كانت قد تقدمت لدى القنصلية لتبلغ عن غياب زوجها. تذكرت الموظفة أيضا أنها وجهت السيدة إلى مصالح الشرطة بمدينة القنيطرة حيث كانت تقيم في فندق معروف. بالنسبة للعميد عبد الله الرازي
فإن تلك المعلومة وإن جاءت متأخرة بعض الشيء إلا أنها تعتبر الخطوة العملية الأولى على طريق البحث عن هوية جثة شاطئ المضيق. انطلق العميد مباشرة إلى القنيطرة إلى مقر الأمن الإقليمي، طلب مساعدة زميل وانطلق في رحلة تعقب لأثر الأمريكية ذات الأصل المغربي. بعد نصف ساعة تم إحضار كل الجثاثات التي تخص نزلاء الفندق الذي كانت تقيم فيه المرأة. أخيرا تم اكتشاف جثاثة في اسم السيدة راشيل أوحنا، سيدة من مواليد الرباط متزوجة من مواطن أمريكي، تفيد المعطيات المتوفرة بأنها ما زالت تقيم في الفندق. لم يكن لدى العميد عبد الله الرازي وقت يضيعه، انتقل رفقة باحثين إلى الفندق، وجدوا السيدة راشيل أوحنا هناك، وما أن أخبروها بسبب زيارتهم حتى قدمت لهم معلومات عن زوجها المتغيب. إذ ذاك عرضوا عليها الصور، تعرفت على الأوشام التي كان يحملها في ذراعيها. كانت المرأة تتجاوب بتلقائية مع المحققين، تقرر اصطحابها إلى تطوان، لم تمانع، تركت لها حرية اختيار وسيلة تنقلها، ومع ذلك على سبيل الاحتياط رافقها ضابط. مساء 31 مايو وصلت راشيل أوحنا إلى تطوان. في المستودع البلدي للأموات عرضت عليها الجثة، لم تجد صعوبة في التعرف عليها، قالت إنها جثة زوجها الأمريكي مايك ريتشارد. أبلغت المحققين أنها لما رأته في المرة الأخيرة كان يلبس سروال بلوجين أمريكي أصيل وقميصا أسود بكمين قصيرين، وكان ينتعل حذاء من نوع تلك الأحذية التي ينتعلها رعاة البقر الكوباي. قالت أيضا إنه كان يحمل في معصمه ساعة من صنف تلك الساعات التي عادة ما يحملها الطيارون، كما أنه كان يحمل معه مبلغا ماليا هاما بالدولار الأمريكي. لم تكن السيدة راشيل أوحنا تبدي حزنا كبيرا، بدت متماسكة متحملة وقع الفاجعة. في الآن نفسه سجل العميد الرازي أنها تنزع إلى التحفظ في الإجابة عن أسئلة معينة، ولكن ذاك التحفظ وهذا التردد ما لبث أن اختفيا حين انتقلت مع العميد إلى مكتبه في المفوضية. هناك فكت عقدة لسانها. قالت راشيل إنها ولدت في الرباط لأسرة يهودية مغربية، في سن مبكرة انتقلت رفقة عائلتها إلى القنيطرة حيث كان والدها يعمل في القاعدة الجوية الأمريكية. قالت إنه كان يعمل ترجمانا ومحاسبا في آن. وجودها في هذا المحيط مكنها من تعلم اللغة الإنجليزية. لما بلغت 18 ارتبطت بمايك ريتشارد الضابط الشاب في سلاح الجو الأمريكي، وتزوج في العام 1966. لما رحلت القوات الأمريكية عن القنيطرة تم تعيين زوجها مايك في جنوب إسبانيا، التحقت به وتمكنت من الحصول على عمل بجانبه. كانت راشيل تعتقد أنها ستبقى في إسبانيا ما بقية القاعدة الجوية الأمريكية، غير أن التبدل الذي طرأ على سلوك زوجها وخرقه للقوانين التي تحكم مهنته دفع بحياتها الزوجية إلى منعطف خطير. فقد تم نقل مايك ريتشارد إلى ألمانيا في إطار إجراء تأديبي. أبدت استعدادها للالتحاق به، ولكن عدم توفر منصب لها في ألمانيا جعلها تمكث في إسبانيا. تحكي راشيل أن زوجها كان يزورها مرة أو مرتين كل شهر وخلال العطل والإجازات. كانت تلاحظ أنه يزداد انحرافا، صار مدمنا على الخمر ويتعاطى المخدرات. تسبب له ذلك في إحالته على المعاش مبكرا. صار مايك يتردد على دول أوروبية عديدة غير إسبانيا، وصارت راشيل تلاحظ أن زوجها صار يحصل على أموال هامة. هي تشك الآن في تجاره في المخدرات. أقنع مايك زوجته بالاستقرار في المغرب، ادعى أنه يحن إلى القنيطرة حيث قضى سنوات من شبابه. بالنسبة إلى راشيل فإن الاستقرار في المغرب يعيدها إلى وطنها، والاستقرار في القنيطرة يعني الاقتراب من مسقط رأسها الرباط.
في 15 من مارس من العام 2000 رافقت راشيل أوحنا زوجها مايك ريتشارد إلى المغرب في القنيطرة في فندق معروف حجز غرفة. هناك كان يلتقي بأصدقائه القدامى. تحسب راشيل الآن أنه كان على مواعيد محددة سلفا معهم. بعد أسبوعين أحدهما في المهدية وآخر في مولاي بوسلهام، خير مايك ريتشارد زوجته راشيل بين البقاء في فندق القنيطرة أو التوجه إلى الرباط. أبلغها أنه ذاهب إلى فاس وأنه بعد فاس سيتوجه إلى تطوان. منذ ذلك اليوم لم ترى راشيل زوجها إلى أن رأته جثة في مستودع الأموات بمدينة تطوان. كانت في الفترة الأخيرة تهم بطلب الطلاق منه، كانت تراقبه عن كثب. قالت للعميد الرازي إنها سمعته ذات يوم يتحدث هاتفيا إلى شخص ويخبره بأنه سيكون في الموعد المعلوم في المكان المعلوم في عرض البحر الأبيض المتوسط شمالي المغرب. لما أبلغها بأنه مسافر إلى فاس لم تعترض ولم تطلب منه أن ترافقه. تحكي راشيل أن مايك سافر إلى فاس رفقة صديق قديم له يدعى ميلود السعيدي الذي يسكن في القنيطرة. كان سمسارا يتوسط في كل شيء. استأجر سيارة وتوجه إلى فاس. قالت إنها انتظرته أسبوعين قبل أن تتصل برئيسها في القاعدة الجوية الأمريكية بإسبانيا الذي نصحها بالاتصال بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء. هناك وجهتها موظفة الاستقبال إلى الشرطة في القنيطرة. قالت إنها ترددت في الاتصال بالشرطة خشية الكشف عما قد يورط زوجها، وظلت تنتظر إلى أن زارها المحققون في الفندق. تأسيسا على ما أفضت به السيدة راشيل أوحنا، تم إصدار برقية من مفوضية الأمن بتطوان إلى مصالح الأمن بالقنيطرة للبحث عن المدعو ميلود السعيدي. لم يكن رجلا نكرا، ولذلك سرعان ما تم إحضاره ونقله بعيد ذلك إلى تطوان حيث مثل أمام العميد عبد الله الرازي. ما أن وصل حتى بوشر استجوابه كان العميد حريصا على أن لا يدع له مجالا لترتيب أفكاره. أبلغ بأن مثوله أمام المحققين يتعلق بقضية مواطن أمريكي يدعى مايك ريتشارد أبلغت زوجته عن اختفائه، وقالت إنه كان آخر من التقاه بحسب علمها. ذكره العميد بأن المعلومات التي استقاها من راشيل تفيد بأنه رافقه على متن سيارة إلى مدينة فاس. لم يراوغ ميلود ولم يحاول. صرح بأن مايك ريتشارد بعث إليه برسالة من إسبانيا نقلها إليه صديق مشترك، وإنه أي مايك ضرب له موعدا في الفندق الذي ينزل به عادة. قال إن الأمريكي حضر في الموعد وطلب منه أن يرافقه إلى مدينة فاس لشراء بعض الحاجيات. وأثناء الطريق قال ميلود أبان مايك عن رغبته في شراء كمية من الحشيش لتهريبها إلى الخارج، وعده بمكافأة مغرية. بعد ذلك أخذ وجهة كتامة. بعد اتصالات عديدة تمكن من شراء 100 كيلوغرام من الشيرة، دفع ثمنها مايك نقدا وحينا وبالدولار الأمريكي. تم تحميل البضاعة على متن السيارة وأخذ وجهة تطوان. يحكي ميلود السعيدي للمحققين أنهما ترك السيارة في مكان آمن على بعد 20 كيلومترا من تطوان، واستقل سيارة أجرة وتوجه إلى المدينة حيث اشترى مايك هاتفا محمولا وأجرى اتصالا هاتفيا مع رقم خارج المغرب حيث حدد مع مخاطبه موعدا. بعد أن أيقن من خلو الطريق من مراقبة الدرك أو الجمارك استقل سيارتهما ودخل تطوان. قصد واحدا من الفنادق الراقية بالمدينة وحجز غرفتين. ذاك المساء اتصل الأمريكي برجل اسمه عبد السلام الطودو. قال ميلود إنه بحار في مدينة المضيق وتواعد على اللقاء في الغد. في الصباح سلم مايك إلى ميلود السعيدي 5000 درهم وطلب منه العودة إلى القنيطرة. أبلغه أنه على موعد عمل مع عبد السلام الطودو. قال ميلود إنه منذ تلك اللحظة لم يكن له اتصال آخر بمايك ريتشارد.
صار الآن لدى العميد عبد الله الرازي ما يعتبره مدخلا حقيقيا لحل لغز مقتل مايك ريتشارد. توجه المحققون إلى مدينة المضيق واصطحبوا معهم ميلود. كان الوقت متأخرا. هناك في المضيق استقبلهم الضابط الممتاز أحمد المتوكل رئيس مفوضية الشرطة، والذي كان أول من تعاطى مع قضية الأمريكي. عرض العميد الرازي على الضابط الممتاز آخر حلقات التحري وصولا إلى عبد السلام التودو المطلوب إحضاره. بالنسبة للضابط الممتاز المقبل على التقاعد، فإن الأمر لم يكن بالمهمة الصعبة ولا المستحيلة، فقد عمد منذ أن تولى رئاسة مفوضية الشرطة بالمضيق إلى تحيين جثاذات كل العاملين في الميناء. في لحظات أخرج تلك الخاصة بالتودو كانت بها كل المعلومات حوله وحول الباخرة التي يعمل على متنها. في الرابعة فجرا كان عبد السلام التودو يهم بالصعود إلى الباخرة لما استوقفه الباحثون. لاحظ أحد المحققين أن البحارة العاملين على متن الباخرة من أصحاب التودو تغامزوا وأصدروا إشارات تثير الريبة والشك، ولذلك تم وضعهم رهن الحراسة ومنعوا من الصعود إلى الباخرة إلى أن تتضح الأمور ويتم استجلاء ما وراء إشاراتهم وهمساتهم. أنكر عبد السلام التودو في البدء معرفته بالأمريكي مايك ريتشارد، كما نفى أن يكون زاره في فندقه بتطوان، كما أنكر معرفته بميلود السعيدي، وكذلك أنكر ربان الباخرة سعيد النوراي، أنكر معرفته بالأمريكي وبالسعيدي أيضا. لاحظ المحققون أنه يحمل في معصمه ساعة مثيرة للانتباه، ولما سئل عنها رد بأنه اشتراها من الجوطية في الفنيدق في مطلع العام. لم يقدم أي معلومات عن الشخص الذي باعه إياها. أما رشيد الرحيمي وهو من البحارة فقد عثر بحوزته على جواز سفر أجنبي، ادعى أنه عثر عليه في الشاطئ ووضعه في حقيبته إلى أن يسلمه إلى السلطات المختصة. وهم يحررون المحاضر التي تتضمن أقوال الأظناء، كان الباحثون يتلمسون ثغرات ما تفضي إلى إحراجهم ودفعهم إلى الاعتراف. في سياق التحريات انتقل المحققون رفقة الأظناء إلى منازلهم لتفتيشها. في دولاب غرفة النوم بمنزل ربان الباخرة سعيد النوراي اكتشف مبلغ 4000 دولار أمريكي، وفي بيت رشيد الرحيمي البحار تم اكتشاف 1000 دولار أمريكي. لم يستطع أي من الرجلين إثبات مصدر تلك الدولارات. كان البحث يقتضي تفتيش الباخرة. قصد إليها فريق المحققين يرافقهم كلب مدرب على اكتشاف المخدرات، ما إن صعد إلى الباخرة حتى صار يندفع باتجاه عنبر السفينة. قاد الكلب مدربه إلى نقطة في قاع الباخرة يصعب ولوجها، منها استخرج سروال البلوجين الأمريكي والقميص الأسود والحذاءان من نوع تلك التي ينتعلها رعاة البقر. تعرفت راشيل أحنة إلى ملابس وحذاءي زوجها، لم يكن يخامرها شك في أنها له. لاحظ فريق المحققين أن البحار رشيد الرحيمي ربما كان الحلقة الأضعف ضمن سلسلة الأظناء رفاق التودو. لقد لاحظوا ارتباكه حين اكتشاف 1000 دولار في بيته. اعترف رشيد بأن ربان السفينة طلب منه يوم 8 أبريل وبينما كان يهم بالصعود إلى الباخرة أن يراقب ما إن كان هناك رجال شرطة أو جمارك، لأنه كان سيحمل على متن السفينة رجلا أجنبيا. بعد لحظات رأى الرجل يصعد إلى الباخرة. كان اعترافا كافيا لاستنطاق قائد السفينة سعيد النوراي. عرضت عليه كل وسائل إثبات التهم الموجهة إليه. كانت راشيل قد تعرفت إلى ساعة زوجها التي اكتشفها المحققون في معصم النوراي. في اعترافاته أخبر قائد السفينة المحققين بأن عبد السلام التودو هو من عرض عليه حمل الأمريكي مايك. قال إنه أغراه بمبلغ مالي هام لقاء عمل لن يستغرق أكثر من ساعات من ليلة. حكى أن الأمريكي كان على موعد مع يخت راس على بعد 0.5 كيلومتر في عرض البحر. نقلت المخدرات إلى اليخت، وكانت الصفقة تقتضي ألا يعود الأمريكي إلى الميناء، ولكنه
أصر على العودة. يحكي النوراي أنه لما حاول منعه أخرج مسدسا وهدد به الفريق. في تلك الأثناء باغته الطود من الخلف بضربة على الرأس جعلته يهوي، لم يعد يتحرك، مات. تم تجريده من ملابسه ومن أمواله وساعته وألقي به إلى البحر. غابت الجثة سريعا وراء الموج. مر بالسفينة قارب صيد. قال سعيد النوراي إنه وتفاديا لكل شبهة طلب من قائد القارب أن يبلغ سلطات الميناء أنه سيتأخر لأن شباكه علقت بالصخر. عادت الباخرة إلى الميناء، وبعد أيام ألقى البحر بجثة مايك التي ظهرت غير بعيد عن مرسى المضيق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.